السلام عليكم. المهم هاد النهار هذا كاين شويه البرد، ما عارفينش مال الجواله، مازال ما وقعتش. المهم كريزي وادر، كريزي وادر، هاد الوادر هذا خايب. سلام سلام يا اهل السلام، يتشري لي سميتو. شنو كان فلوغي؟ كان فلوغي شو دير لي ديك؟ السلام عليكم. والله مزيان لاباس عليك زعما بخير. باش تبان مزيان شتي هي اللعيبات هذيك اللعيبه ديال الكامبس. سير شنو كنحاولوا نهضروا مع هذا السيد هذا، ولكن ما بغاش انه يدير لكم فيديوهات تعليميه، ولكن ما عرفتش بغا يدير ولا ما بغاش يدير. تفضل شنو اشبال؟ المشكله راه غير باش تعرف دابا التعليميه خاصني نوجدها، فهمتي؟ يعني فيهم بزاف ديال الخدمه والناس ماشي انتريسي بهادشي بزاف. لا علاش ماشي انتريسي؟ كاينين الناس ماشي انتريسي بداكشي. بلاتي بنادم انتريسي. علاش كنتو تهضروا؟ كان قال لك خصني نقاد، خصني بدا يدير شي فيديوهات تعليميه. انا انتريسي وانا نعطيهم دروس تعليميه الا حسيت ان شاء الله دير معايا واحد الحصه، وغادي نعطيهم تبسيط العلوم، وغادي نبسط لهم العلوم بطريقه سهله اللي غادي يفهموا مع الطرح. انا افكار اللي عندك على ود التعليميه مثلا. بزاف الحوايج. بحالاش؟ بزاف الحوايج. يقدر مثلا تبسط اي حوايج كما قال جمال. حاجه مثلا بنادم كاين شي حوايج اللي ما تيفهموش اصلا، يعني واخا ما عرفتش اسميك انت تبسط ليه وهو ما يقدر دير فيديوهات. المهم يعني كلمة مفيدة. اسمح لي، كما زعما الفيديو داك سميتو البوست الاخر، يعني انتقال الصوت في الفراغ شي حاجة، يعني بنادم لا يمكن تبسط اي حاجة كما كانت. السعرات الحرارية الاغلب اللي كيسمعوا ما تعرفهاش. المهم كما كانت، يعني انت ارضاص. المهم شكرا سي شعيبة، ونتمناو انك تزيد لقدام. كنتمناو لك التوفيق تام، وتا بنادم ما يكونش عاوتاني سميتو يشارك معاك، وتابوناو كاملين ان شاء الله، وتوصل داكشي اللي بغيتي وانت تما ان شاء الله. المهم كما قلت لكم الجو شويه ماشي تلهي. لبسنا جاكيطه كشكول، درنا مع الدراري، يلاه خرجنا من دار الشباب. المهم خدمنا شويه، غادي نمشيو دابا مسركلين، غادي نمشيو للدار قدر حيت اصلا الدنيا خاويه. انتما كما كيبان لكم الدنيا خاويه ديال بصح، ما كاين والو، ما كاين ما يتشاف، ما كاين حتى وزه. ومعنا محمد طبيعي الحال. صفا بخيرين. الله يلا الحمد لله. سلاك انت كنت باينا البرد ديال بصح. احنا في الشهر 3 ومازال البرد، ما عارفين واش كاين الربيع ولا ما تشوفش. كنا في البيت مع سدينا على يوسف، كان في سخونه وين حسينا الدفء، ما دابا والو، دابا كاين لك على البرديه. محال واش غادي تسمعوا الصوت ديالي بزاف، ولكن خلاص درت اوف الويند، but ما I don't know maybe we'll have some noises there in this video. المهم بغيتو تشوفوا ازيل شويه. المهم نحاول نفوكس على السي الزلاليه ديالنا. ولا المهم كما كتشوفوا حنايا راه كما قلنا لكم this place is empty, is very empty. عندنا سيتي صغيره، ايوا نحاولوا نكبروا نديروا شي لعيبات، خصنا شي مشاريع. يلا لي شي واحد اللي تيدير الانفستمنت يجي للازلال يدير شي مشروع، يدير شي لعيبه. ياك سيمون ديروا لنا شي لعبه، ديروا لنا شي حاجه. راه بزاف القهوه، واحده القهوه. شنو غادي ندير هذا الفلوق على ود القهاوي اللي كاينين؟ المهم غادي نحاولوا غادي نحاولوا نشوفوا ونديروا شي لعيبات اخرين، نحاولوا نديروا شي حاجه جديده. You want to take the charge of filming me? Cool. Yeah. المهم غادي نحاول نوريكم شي نهار، ماشي دابا حيت ما مساليينش كاين البرد، على ود المشاريع اللي عندنا. عندنا غير قهوة واحدة. ما عمرك غادي تلقى شي حاجة اللي هي ترم وعاد إليكم إشهار واعر، ما عمرك غادي تلقى شي حاجة اللي هي مختلفة. دونك
كما قلنا الا كنشوف هاد اللي مهتم بشي حاجه ديال شي حاجه كبيره يجي يديرها فازيلا راه كاين اتساع كاين بزاف ديال يعني لا جوي افران فيها اتساع بزاف تمنيت والله تما يعني كاين يقدر دير مدينه على قدها تما مدينه وبالاخر ما اسمها وبالحكومه ديالها يعني يرجعوا لكم واحد وخضر جرين المهم ماشي اللي كاين باش باش ما يشوفوش الشجره يسحب لهم واش حنا كنفيلموهم المهم نشوف واش تنصور راسي بعدا نايس كما قلنا كاين فين ندير الحوايج ما بغيناش نبقاو نشوفوا بحال هاد الناس يحاولوا انهم يعيشوا بزز ولا باش مكان فهمتوا حاولوا تزيدوا شي حاجه مابقاش نشوفوا هاد القهوه هادي حدا قهوه يعني لو رديتي البال قهوه يعني ما بغيناش نشوفوا بحال هاد الحالات الله يرحم والديك ما تخدمش بها تخدم شخص واحد ولا جوج اشخاص يعني داكشي ما خدامش للشباب اللي المغرب عباره عن 80% ديال الشباب باش نفعتهم القهوه باش غادي تنفعهم بانكا الا كانت ولا الا ما كانتش اصلا الشباب ديالنا عاطين عن العمل العطلة عن العمل يوجدون بكثره في الاتحاد يعني غير في دوارنا نقدر نعطيك احصائيات بالنسبه للشباب يعني اللي كاينين في داك الدوار ديال الزاويه يعني تقريبا 70% منهم لا نقولوا كاع 90 حتى 90% منهم عاطل ودوك اللي خدامين اللي ماشي عاطلين يعني تتلقاهم غير تيبريكولو بشي خلصات تقريبا ديك 20,000 30,000 يعني يعني ما غادي لا تحطها واش غادي تحطها في الخبز ولا غادي تحطها واحد ما بنتي والدي صافي ما غادي تحسب ديك 30,000 ريال ولا 20,000 ريال اللي باش شديتيها فازيلا دونك هذه واحد الايشو اللي عندنا كما قلت لكم قبيله هذه عاوتاني قهوه وحدا عاوتاني ريستوران في الصالات يعني مخدمين جوج الاشخاص يعني ها انتم قهوه كما قلنا وغادي نتمشاو واحد شويه غادي نلقاو اتصالات اللي ما تهملاش وغادي نلقاو واحد محل نادر ما تلقى بحال هذا المحل يعني تقريبا الوحيد في هذا واحد المحل اللي هو نادر كما قلنا واخا ما تنبغيوش نديرو الاشاره ليه ها هو وكاينه حدا قهوه واد قهوه هذه لابوره كما قلنا هنايا خاصنا بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تهز بازلال يعني شي مشاريع شي حاجه اللي نخدموا بها الشباب شي وجهه نظر السيد اش نقول لك الدوله مهمشه ديما الجبل ديما واكل الشهر اشنو ما فهمتش علاش الجبل تياخذوا منه بزاف الحوايج اللي ما عادين مالك كما قلت لك الجبل راه خدوا منه بزاف الحوايج بحال كما كنشوفوا الفوسفات والشمال هضرنا غير على الشمال مثلا تجيبوا لنا غير شي حاجه من شويه كيما قلت لك قبل باقي ولكن راه واخا يدير لنا ما عرفتش شنو باقي بنا باقي بنا صراحه الله يعطيك الصحه